مساء الخير جميعا. معالي وزير الصناعة من إثيوبيا السيد حاكم أمهرة، معالي سفير إثيوبيا في القاهرة السيد رئيس الغرف التجارية الإثيوبية، أعضاء الوفد الإثيوبي، أهلا وسهلا بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر. الحقيقة يجب أن أقول وألمس أنه أكبر وفد تجاري من رجال الأعمال الإثيوبيين يحضرون إلى مصر، وهذا دليل على أننا نسير على الطريق السليم، فأهلا وسهلا بكم. نسير على الطريق السليم لأننا لو تذكرنا وضعنا هدفا واضحا منذ أن التقينا منذ عدة أشهر في أديس أبابا، وقلنا أنه من غير المحقول أن يكون إجمالي التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا أقل من 200 مليون جنيه سنويا، من غير المحقول. ووضعنا هدفا هو الوصول خلال 3 سنوات إلى حجم تبادل تجاري يصل على الأقل إلى 500 مليون دولار سنويا. والحقيقة أنه هدف متواضع للغاية، أخذا في الاعتبار الظروف التي تحيط بنا، أخذا في الاعتبار قدرتنا، وأخذا في الاعتبار إرادتنا للتقارب ولزيادة التعامل بيننا. وجودكم اليوم كما قلت هي خطوة على الطريق السليم. نحن نرغب في زيادة التعامل وفي زيادة التبادل التجاري معكم، ولذلك فتحنا لكم باب المشاركة في معرض القاهرة الدولي، وهي خطوة أولى وبسيطة. إنما أريد أن أقول لكم أنكم مرحب بكم في أي وقت، في أي وقت تريدون فيه الحضور إلى مصر لعرض ما يتوفر لكم من بضائع تريدون أن تسوقونها، أو من سلع، أو من منتجات تريدون أن تصدرونها إلى مصر، فأهلا وسهلا بكم لعرضها وللالتقاء بوزرائكم في مصر. ثم أقول أننا نحن على الطريق السليم، لأن ذكرنا عندما التقينا منذ عدة أشهر في أديس أبابا أننا يجب أن نشجع الاستثمارات البينية، يجب أن نشجع المستثمرين المصريين كي يستثمروا في إثيوبيا، ويجب أن نرحب بالمستثمرين الإثيوبيين إن رغبوا أن يستثمروا في مصر. فاليوم على سبيل المثال شرفنا معالي وزير الصناعة الإثيوبي بزيارة منطقة صناعية في العاشر من رمضان، ومصنع من مصانع العاشر من رمضان، مصنع نفتخر به لأنه ينتج منتجات ذات القيمة المضافة العالية والمتقدمة فنياً وتكنولوجياً. وكان الغرض والهدف من هذه الزيارة أن يقف معالي وزير الصناعة الإثيوبي على ما يمكن أن نفعله إن فتحت أمامنا فرص الاستثمار في إثيوبيا. فقد تقدم أحد المستثمرين المصريين بطلب للحصول على منطقة صناعية لتطويرها وترفيقها
لكي تكون منطقة صناعية يستقبل فيها المستثمرين المصريين. وأملي أن يحصل هذا المستثمر على التراخيص اللازمة في إثيوبيا، سواء كان من حيث الحصول على الأرض لإقامة هذه المنطقة الصناعية، أو الحصول على التراخيص الصناعية لإقامة المصانع المختلفة هناك. أملي لأن ذلك سيزيدنا ترابطاً واتصالاً بإخواننا في إثيوبيا، ويقوي من أواصر الأخوة والصداقة. أيضاً يجب أن أشكر الحكومة الإثيوبية، لأنها كلما اتصلنا بها لإزالة عوائق أو لحل مشكلة من المشاكل التي واجهها مستثمر من المستثمرين المصريين هناك، وجدنا أذان صاغية وتعاوناً واضحاً من الجانب الإثيوبي لحل هذه المشكلات. فنحن أمام هذه الظروف وأمام هذه الروح الطيبة نتطلع إلى مزيد من التعاون، إلى مزيد من التبادل التجاري، إلى مزيد من الاستثمارات البينية بين مصر وإثيوبيا. أخيراً، أنا أتوجه إلى أعضاء الوفد الإثيوبي وإلى نظرائهم من المصريين، وأرجو منهم أن يلتقوا ببعض بعد هذا الاجتماع وبعد هذه الندوة، لكي يلتقوا حول مصالح مشتركة، لكي يلتقوا حول فرص تعاون وفرص تبادل تجاري. فهذا هو الغرض من هذا اللقاء، هذا هو الغرض من اللقاءات المتكررة التي سوف ننظمها بإذن الله خلال الأشهر القادمة، مرة في أديس أبابا ومرة في القاهرة. فمرة أخرى أهلا بكم في مصر، وتمنياتي لكم جميعا بالسداد والتوفيق لإيجاد فرص لتبادل المصالح لكي نحقق أهداف مصر وإثيوبيا، دولتين يجب أن تتعاون مع بعضها البعض لكي ترتقي وترتفع مستواها وتنمو نمواً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بإذن الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.